فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه، وبعد، فأيها الإخوة المشاهدون والمستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجي مع دار الإفتاء، حيث ألتقي بكم على الهواء مباشرة لنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم ولنجيب عليه بإذن الله تعالى، وذلك من خلال التواصل بكم معنا عبر أرقام البرنامج الظاهرة عندكم على الشاشة، وهي الرقم 021-36-0101 أو الرقم 021-36-0102 أو الرقم 021-36-0103. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بداية أبتدي بما كان لدينا من أسئلة عبر صفحة البرنامج. عندنا أنا أخت تسأل في مسألة كفارة اليمين، تقول في سؤالها: هل يجوز إعطاء أكثر من كفارة يمين واحدة لنفس العائلة، علما بأن العائلة فقيرة وتتكون من 10 أشخاص؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، من كانت عليه كفارات يمين فيجوز له أن يعطيها لعائلة أو لمجموعة واحدة، فيوزع عن الكفارات على 10 واحدة، على 10 كل واحد منهم، على أن يعطي كل واحد منهم بعدد يعني من الأمداد بقدر هذه الكفارات. مثلا عليه كفارتين، بيعطيه من الأمداد مدين، أو من القيم قيمتين. مثلا إذا قدرت كفارة اليمين الآن تقدرها الدار مثلا ب40 دينارا لكل مسكين منهم 4 دنانير، فيعطي بدل كفارتين يعطيه 8 دنانير، الله أعلم. نكمل إجابة سؤالي بعد هذا الاتصال. معنا الأخ يونس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يا شيخ الله يبارك فيك، شكرا. يا شيخ، بنسأل: توفي ولد وترك أم وأخ من الأم، وترك أخ من الأم واثنان عموما واثنان من الأعمام واثنان من الأعمام، عم شقيق ولا أولى أب؟ لا، أشقاء الأب، اثنين أعمام أشقاء الأب. إيه، واضح السؤال؟ يعني ترك أمه وأخاه شقيق، أخاه من أمه، واثنين أعمام. أعمامه من اثنين من العمومة، اثنين أعمامه. فكيف تجوز الترك وكم نصيب كل واحد منهم يا شيخ؟ الله يفتح عليك. نعم إن شاء الله، واضح سؤالك. شكرا لك. نجيبك عن سؤالك. إذا هنا في مسألة يعني إعطاء الكفارة يعني لمجموعة واحدة من الناس جائز، قلنا تجمع هذه الكفارات، مثلا عليه كفارتين، كل كفارة مثلا إذا قدرت ب40 دينار 40 و40 80، فتوزع الـ80 على 10 أشخاص لكل منهم 8 دينار، على أن يكون الـ8 دينار هي يعني مدين من كفارتين، نصفها من الكفارة الأولى ونصفها من الكفارة الثانية، لا أنها يعني من كفارة واحدة، بل على أن تكون، وينوي صاحبها يعني على أنها من الكفارتين، فيعطي كل واحد على أنه من الكفارتين، وهذا أيضا يعطيه الـ8 دينار على أنه من الكفارتين، وهكذا، ما يعطيش بنية كفارة واحدة، وإنما بنية الكفارتين أو 3 أو بنية الكفارات وبنية التكفير عن أيمانه التي عليه، فهنا تزيه إن شاء الله تعالى. كذلك مثلا لو كان العدد مثلا 3 4 كفارات 5 كفارات في الـ40 مثلا 200 دينار، 200 دينار لكل يقسمهم على 10 لكل واحد منهم 20 دينار، 20 دينار ينوي بها هذه كفارة عن أيمانه وهذه كفارة عن أيمانه، وهكذا وزعها على 10. وهي كما ذكر في سؤالها أن عائلة واحدة متكونة من 10 أشخاص، يمكن أن يعطي مثلا لأب العائلة ورب العائلة على أن يعني يبين له وينبهه على أن هذه كفارة يمين، مثلا 200 دينار فيها 5 كفارات مثلا، فيقول له هذا المبلغ يعني كفارات عن أيمان موزع عليك وعلى أفراد الأسرة، لكل منكم يعني نصيبة، فلكل من العائلة نصيب في هذه في هذا المال،
فيكون هو يتولى الصرف عنهم أو الإنفاق عليهم باعتباره رب العائلة، فيمكن أن ينفق عليهم من هذا المال، والله أعلم. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عندنا سؤال يا سيد الشيخ. نعم تفضل. آخر وقت في قيام الليل في الثلث الأخير، هل هو الفجر الأول أو الثاني؟ آخر وقت قيام الليل. أيوه. عم واضح سؤالك إن شاء الله. نعم، إذا سؤال الأخت أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخت الأخرى، سألت عن شغلها في صيدلية، تقول أنا أشتغل في صيدلية ومرتبي 700 جنيها بالشهر، أعمل حقنا وغيرها، لا قالت لا أخذ مالا على هذا العمل، فهل يجوز لي أخذ يعني أجرة هذه الأعمال أو لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. هي طبعا هذه الأعمال هي الصيدلانية أصل في عملها يعني أن تقوم بإعطاء الدواء وصرف الدواء على حسب ما وصف الطبيب، فتصرف الدواء وتبيعه للناس على حسب وصف الطبيب. الأعمال الجانبية الأخرى إن أجازها القانون مثلا وكانت جائزة باللوائح، فهنا وإن أدخلت في عقدها فلا يجوز لها، وكان العقد على أنها تشتغل يعني تبيع وتعمل الحقن، أو أنها يعني تبيع فقط والحقن هذا أمر شيء أمر آخر زايد على هذا العمل وهذا التعاقد، فإذا كان أمر زايد على التعاقد من حقها أن تشرط على صاحب الوحد، وإلا فلا يحق لها أيضا إذا لم يكن شرط يعني بين المتعاقدين، فالمعتبر في ذلك العرف، العرف الصيدليين يعني أن يأخذوا على هذا مالا أو لا، وهل يرجع للصيدلية أو يرجع للصيدلي فقط أو بينهما فحسب العرف كالشرط. هذا كله طبعا إذا كانت مما لا يخالف اللوائح والقوانين معمول بها، فإذا كان يعني القانون يمنع مثلا أعمال الحقن لغير للصيدلانية وكذا، فأنا عليها فبالتالي هي عليها أن تمتنع ولا يجوز لها مثل هذا، والله أعلم. سؤال آخر ورد إلينا، من استيقظ جنبا فهل ينجس الفراش الذي كان ينام عليه ويجب غسله أو لا؟ هنا يعني الفراش الذي ينام عليه بعد أن أصابته جنابة، هل يتنجس هذا الفراش أو لا؟ نعم هو يتنجس إذا وصلت النجاسة إليه، إذا بلغت النجاسة إلى موضع الفراش أو إلى الفراش فقد تنجس، لكن مسألة يجب غسله أو لا يجب هذه أمر آخر، أن وجوب الغسل يترتب على مسألة الصلاة، إنما يجب تطهير يعني الثوب النجس للصلاة فيه، فالثوب قد تنجس حتى ثوب النوم تنجس، لكن لا تصح الصلاة به حتى يغسله، فلعل شنو حاجته بالفراش أن يغسل ويطهر، هل للصلاة فيه أو للصلاة عليه؟ نعم إذا كان للصلاة عليه نعم، وإلا فغير ذلك لا يلزمه، وإنما هو نعم حكمه محكوم بتنجسه ما دامت يعني البقع موجودة فيه ولا تطهر إلا بإزالتها وغسلها بالماء، وإن لم يرى عليها على الفراش أثر فالفراش طاهر باقي على يعني على أصل. فإذا هنا بحسب الحالة هل بلغ هذا يعني النجاسة وصلت إلى الفراش أو لا. سؤال آخر هل كان يعني من نجيب لعلنا الأخ المتصل يونس عن سؤاله قبل أن نكمل الأسئلة الأخرى. سؤال الأخ يونس يقول توفي شخص ما وترك أما وأخا لأم وعمين شقيقين، ما كيف تقسم التركة؟ هنا للأم الثلث لأنه لا وجود لفرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة، الأخ للأم له السدس ثم العمين الشقيقين لهما الباقي تعصيبا، فترث إذن الأم الثلث والأخ للأم يأخذ سدس المال، ويفضل نصف المال للعمين الشقيقين مقسوم بينهما، فلكل منهما يعني يصح الربع، لأن باعتبار يعني مسألتهم من مثلا هنا مسألتهم من يعني تصح من 12، والله أعلم تصح من 12، فهنا يأخذ
يعني ياخذ النصف الباقي مقسوم بينهما يعني نصفين لكل ربع، ربع التركه والله اعلم. سؤال اخ عبد الله من غريان عن اخر وقت قيام الليل. اخر وقت قيام الليل هو ليس الاذان الاول وانما بطلوع الفجر، يعني الليل ينتهي عندنا ليس بالاذان الاول او باذان الفجر الاول وانما بطلوع الفجر الصادق. فاذا طلع الفجر الصادق هنا انتهى الليل ودخل يوم جديد، او يعني في حكم ابتداء يوم جديد او نهار جديد للصائم مثلا وغيره من عبادات، وكذلك صلاه الصبح مثلا. فالعبره اذا بطلوع الفجر. فمن قام الليل واذن الفجر الاول اللي هو هذا للتنبيه وللتنبيه الغافل والنائم ونحو ذلك، فهنا يعني لا يمنع من الصلاة بعده، لا يمنع من الصلاة بعده، بل إلى أن يطلع الفجر. فإذا خشي طلوع الفجر وأن يداهمه يعني طلوع الفجر، فعليه أن يوتر بركعة، يعني يصلي ركعة تختم له صلاته ويختم بها صلاته وتوتر له صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني خشي الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى والله أعلم. فإذا هنا آخر قيام الليل هو يستمر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وهو الأذان الثاني اللي إذا كان فيه عندك أذانين، ويؤذن في كل أذان في وقته الصحيح والمعتبر، فهنا يعتبر الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يعني يعلم فيه بدخول وقت الصلاة وتحل فيه يعني صلاة الصبح، ويمتنع ويمسك الصائم فيه ويبتدئ الصائم صيامه في عند طلوع الفجر. فهذا هو المعتبر، وهو يعني على التقويم المعروف في بلدنا بطلوع الفجر والله أعلم. سؤال آخر عندنا مما ورد إلينا من يعني من عبر صفحة الدار، وضعوا أو في حلقاتنا الماضية في مسألة زكاة الزيتون، ذكرنا بعض الناس يعني لا زيت له فيأكله صاحبه أو يبيعه، أو له زيت ولا يعصره، فما حكم زكاة هنا بعض الزيتون أو بعض أنواع الزيتون؟ هنا صاحبها يعني قلنا الزيتون يقدر يعني زي تقدر زكاته بالكيلة والمرطة 40 كيلة معروفة عندنا في بلدنا. لعلنا قبل أن نجيب معنا الأخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من الغازي، مرحبا بك. مرحبتين، تحية لك طيبة والدار للدعاء والعاملين بقناة الدراسة. أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك عبد الرحمن. نعم. بالحلقات الماضية صحت لفظ حبة أب حبة لبلاتي. نعم. فسؤالي حبة لبلاتي. ما سؤالي ما هو الحبس؟ يعني هذا وقف ولا هبة ولا؟ الحبس على البنات. حبس على البنات، لا أسأل على حكمي إنما أحكامي ما هو يعني. نعم. على أحكامي. السؤال الثاني شيخ علي، غسل يوم الجمعة. ما حكمه؟ والهيئة اللي موجودة فيها في سنة مؤكدة وطريقة الغسل يعني. نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن، بارك الله فيك. إذا هنا لعلنا نجيب على أسئلة أخينا عبد الرحمن. مسألة الحبس البنات أو الحبس على البنات، هو يعني التحبيس، لعله يقصد يعني التحبيس على الذكور دون الإناث، ومسألة الحبسية وما يعرف بالحبس على الذكور دون الإناث، فما حكمها شرعا وهل يصح أو لا يصح؟ هنا هو هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والمالكية أنفسهم اختلفوا في يعني في هذا الحبس، هل يصح أو لا يصح؟ وعلى الصحة فهل يعني هل والإثبات هل هو جائز إقدام عليها أو لا يجوز، يكره ويحرم، أقوال مختلفة. فإذا هذا المسألة هي في الأصل فيها في ابتداء في خلاف بين العلماء، والأرجح منهم يعني تحريم الدخول عليه ابتداء. لا ينصح الآن أي شخص أن يريد أن يحبس على بناته أو عفوا على بنيه دون بناته فنمنعه، لا يجوز لك ذلك. وقد
صدرت بذلك فتاوى في دار الإفتاء الليبية الحالية، وكذلك أيام الشيخ الطاهر الزاوي أصدر فيها فتوى وتعدل فيها القانون ووضع فيها القانون على أن بمنع يعني التحبيس على الذكور دون الإناث. هذا في ابتداء إنشائه حين يعني يبتدأ به، لكن عندنا فإذا أنا ابتداء لا يجوز الإقدام عليه. وطبعا معنى أن التحبيس على الذكور دون الإناث بمعنى أن نجعل المال وقفا على الذكر دون الأنثى، فهو وقف على الذكر. إيش معنى الوقف؟ الوقف لا يباع ولا يوهب، وطبعا هذه من صفات الوقف، ومن مهمه وما يميز الوقف أن ومن يعني من خصاله ومن خواصه أنه لا يباع لا يوهب لا يخرج عن الملكية، بل الموقوف عليه له أن ينتفع فقط. فإذا انتقل إلى رحمة الله وتوفي انتقل الحبس بعده إلى عاقبه على حسب يعني الحبسية. فإذا حبس على الذكور دون الإناث المقصود أن إذا مات الرجل ينتقل إلى أولاده الذكور دون بناته، ثم إذا مات أولاده ينتقل إلى أولاد أولاده، وهكذا ما تناسلوا وما وجد أحد منهم. وبعض الوثائق تنص على أنه إذا انقرضوا رجع إلى الحبس إلى المسجد، هذا الحبس إلى المسجد الفلاني أو الجهة الفلانية الخيرية. فهو إذن المقصود منا إذن هذا التحبيس هو تحجير هذا المال على أن يبقى للانتفاع به للذكور دون الإناث، ثم ينتفعون به في ذاته ولا دون بيع ولا كذا ولا غيره، ولا يتصرف فيه بالبيع مثلا والهبة أو الإخراج عن ملكهم، بل يبقى لهم ولبنيه من بعدهم لأنه يتعلق به الحق من بعده، فلا يباع. فإذا أن الحبس على الذكور دون الإناث قلنا ابتداء لا يعني لا يجوز الإقدام عليه، وحرم الإقدام عليه كما نص عليه الشيخ خليل وصاحب المختصر في المذهب المالكي، واختاره غيره من العلماء أنه يمنع ابتداء يعني التحبيس على الذكور دون الإناث. وكذلك نص الشيخ خليل على بطلانه بعض الوقوع وبطل بجعله على بنين دون الإناث. وهي حقيقة مسألة خلافية كما ذكرت، لكن هذا حيث كان يعني الإبطال والعدم الإعمال به حيث كان يعني في العهد القريب، ويمكن أن يعني يتلافى الموضوع وتوزع على أنه تركة ويبطل الحبس ويوزع على الذكور والإناث جميعا فكذا فيصح. لكن إذا كان يعني لا يتأتى هذا، بأن كانت الحبسيات بعضها قديمة جدا وبعضها قد حكم به القضاء وحكم بصحتها القضاة وكذا، فأنا لا يجوز الإبطالها، وحكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو معروف عند الفقهاء ومقنن ومقرر عندهم. فبالتالي إذا حكم بصحته حاكم وقال وحكم القاضي بأن هذه الحبسية صحيحة نافذة، فأنا لا يجوز يعني ولا تعمل فيها الفتوى بأن تبطل ويلغى هذه الحبسية. ومنها أيضا كذلك يعني الحبسيات التي تطاول العهد بها ومرت عليها السنون، ربما مئات السنين، ولا يمكن الوصول إلى المحبس الأول وفروعه وورثته والتسلسل معهم، فهنا يعني يتعذر نقضها فتستمر على ما هي عليه. قد حذر بعض العلماء من نقض مثل هذه الحبسيات. لكن إذا كان الأمر قريبا فالذي اخترته دار الإفتاء فيما سبق وعمل به القانون أن يمنع ابتداء أن ننشأ هذا العقد، وإذا كان قريبا يمكن أن يتلافى وإرجاع الأمر إلى نصابه ويوزع يعني الميراث على الذكور مع الإناث معا، فهذا هو يعني الأولى والأقرب والله أعلم. فإذا هنا مسألة الحبسية والحبس تحبيس على البنات أو هو في الواقع على الذكور دون الإناث، وإخراج البنات من الحبس معناه أن هذا المال أو في غالبا ما يكون عقار مثلا قطعة أرض، بعض الناس يريد مثلا أن تكون هذه الأرض سكنا له وموطنا له ولبنيه ولأحفاده وللأجيال المتعاقبة من بعده من نسله ومن ذريته، فيحبسها على الذكور دون الإناث حتى يسكنها أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا وما بقوا. فمثل هذا يعني هذا اللي تدخل فيه تسميها الناس حبسية على الذكور دون الإناث، هل يورث فيها وما يورثش فيها، هل تدخل البنات أو ما تدخلش،
هذا كما ذكرت يعني على 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 اصل الخلاف فيها، لكن اذا حكم به حاكم وقضى به قاضٍ لزم انفاده ولا يجوز نقضه. ايضا اذا تطاولت عليه السنون ومضت عليه السنون ولا يمكن النقض ولا الرجوع من بدايتها، فهذا تبقى على ما هي عليه. طبعا اذا ابقيت على ما هي عليه ايضا لا يجوز للذكور المحبس عليهم ان يبيعوا ويتصرفوا، لان قلنا شان الحبس ان لا يباع ولا يتصرف ولا يوهب، فبالتالي هنا لا يتصرف فيه التصرف الكامل، لا يباع يعني مثلا يخرج عن يخرج به عن ملكه ويبيعه ويعاوض عنه، ربما يمنع البنات من الميراث فيه لانه حبسية ثم هو يتصرف فيه. قولوا هذا التصرف فيه طبعا هو غير الجائز، وهذا يعني هذا محل اتفاق. اذا كان هو حبس فلا يجوز بيع الحبس، واذا كان غير حبس فهو ميراث يرجع على جميع الورثة، لكن بعض الناس يتصرف فيه بالبيع وما يعطيه ولا يعطي حق النساء فيه، فهنا يعني يدخل في الإشكالية والمناقضة في مثل هذا الأمر والله في يعني في الحكم الشرعي، لأنه قد تناقض، فمرة جعله حبسا ومرة جعله ميراثا كما يريد وكما يشتهي هو، فهذا يعني من المخالفة، وهذا الصنيع مخالف الأحكام الشرعية جميعها وعلى جميع الأقوال، ففي يعني خرج عن جميع الأقوال والله أعلم. فهذا فيما يتعلق بمسألة الحبس على الذكور دون الإناث، وعلى هذا يعني من حيث الإيجاز، لأن المسألة هي يعني تناولها الفقهاء والمشايخ من قبل وتكلموا فيها كثيرا، والمسألة يعني فيها من الأقوال كما ذكرت يعني اختلاف كثير في المسألة، والأولى لعل والله أعلم في كما ذكرنا أن يكون ابتداء العقد ألا يكون أن لا ينشئ عقدا جديدا باعتبار يعني بتحبيس على الذكور دون الإناث، لا ينصح به أحد ولا ننصح أحد بأن يفعل هذا وأن أن أن نوثقه والله أعلم. المسألة الأخرى من أخينا عبد الرحمن وسؤاله الآخر، مسألة الغسل يوم الجمعة حكمه وكيفيته. حكمه هو عندنا يعني سنة، من السنة أن يغتسل المرء قبل أن يذهب لصلاة الجمعة، ويكون الغسل متصلا بالرواح والذهاب إلى لصلاة الجمعة، لا يفصل بينها فاصل، لا يفصل بينهما فاصل يعني فاصل كثير، حيث مثلا إذا اغتسل يذهب مباشرة، هذا وهذا شرط عندنا عند الإمام مالك، أن يكون الغسل متصل بالرواح لا يصل إلا الفاصل اليسير الذي لا يعتبر مثلا أن يشرب ماء ونحو ذلك، فهذا فاصل خفيف مثلا، لكن غير ذلك فمثلا إيش أن يبقى بعد فترة مثلا نقول نص ساعة ولا يتغدى ويفطر بعد، ولا مثلا يغتسل من طلوع الشمس ثم لا يذهب إلا قبيل أذان الظهر، فهنا يعني في طول وفي فاصل، فالسنة عندنا أن يتصل هذا الغسل بالذهاب لصلاة الجمعة. وكما ذكرت حكمه هو السنية، وكيفيته كيفية لدى الغسل هو كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، ولعل معنا متصل قبل الأخ علي. نعم قبل أن نجيب نكمل إجابتنا معنا الأخ علي. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك يا شيخ بدي أسألك سؤال. أيوه تفضل. ما ترك عقد قران. إيه. والعقد طبعا الشروطات اللي فيه الوكيل لما مساعدة. العقد لما طبعا الشروطات زينا من الشروطات عليه. ما فهمتش سؤالك يا اخوي علي. انت قلت درت عقد زواج ولا لا؟ تمام. هنا ها. ايه. طبعا الشروط اللي في العقد. نعم. عاد بين العقد نعم مانيش موافق عليه. مش موافق؟ مانيش موافق على العقد. ايه. مش موافق على العقد بقى؟ طبعا هل يحق لي اني
لا يعني انت يا اخوي علي لو كنت معي على الهاتف تسمعني الان، يعني انت شو علاقتك بصاحب بالمتعاقدين الزوج والزوجه؟ وكيل الزوجه. انت وكيل الزوجه؟ لا هو صاحب العقد اصلا. نعم صاحب العقد. يعني انت انت الزوج يعني؟ ايوه. وكيف مش موافق عليه يعني؟ طبعا الشروط بعدين في العقد ده ما ندريش فيه، من جاوب حتى في العقد لقيت ما مخلفين بالنسبه لي. يعني اشترطوا عليك مثلا في المهر وكذا شروط؟ ودع ما عنديش استطاعه. نعم ما عنديش استطاعه من ليس باستطاعتك، اشترطوا عليك بغير استطاعتك. باقي العقد ده عن طريق المادون الشرعي ولا لا؟ نعم المادون الشرعي. وانت وافقت عليه لكن عند العقد عند التعاقد ولا تفاجات به المبلغ ولا كيف يعني؟ عشان العقد ما قريته مانيش موافق عليه. خير ان شاء الله. يعني انت ما كانش عندك العلم بقدر المهر يعني؟ ايوه. فعقدت لكن هو عاده على كل اعلق ان شاء الله عن هذا السؤال فكن معنا. فخليك معنا ان شاء الله مع الحلقه، ان شاء الله نجيبك عن هذا السؤال، لكن ناخذ الان فاصله ثم نعود ان شاء الله لنكمل حلقتنا باذن الله تعالى. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. واقعنا اليوم يشهد بوجود خلل وضعف من قول كلمة الحق، بل هناك من يتاجر بها، فسفكت الدماء في بلاد المسلمين. لماذا يلجأ المرء إلى المتاجرة بكلمة الحق والسكوت عن قولها؟ هل خوفا من الموت وطلبا للحياة فإنها بيد الله، أم من أجل حفنة من المال، أم طمع في منصب أو جاه؟ فإنما عند الله خير وأبقى. الإسلام يريد حاكما، يريد راعيا، مش جبار يحكم البلاد بالحديد والنار. الناس كلها تريد الجيش، تريد الشرطة، تريد قيام أمن، كل شيء تمام، كل الناس تريد هذا، نريد جيشا، لكن مش جيش. أسد علي وفي الحروب نعامة. فيا أهل الحق قفوا مع الحق، دافعوا عن الحق، قولوا الحق، لا تترددوا في قول الحق، نصرة لأهل الحق. نترحم على شهدائنا الذين قضوا من أجل أن تستقر ليبيا وأن تتقدم في العلم وفي العلوم وأن تعيش حياة سعيدة كريمة. نسأل الله لهم الفردوس الأعلى جميعا. نحن نشعر بقمة السعادة في وجودنا بينكم، ونعتز اعتزازا كبيرا أننا نقف بين رجال ليبيا الأحرار الذين يسطرون في هذا الوقت للعالم كله على أن ليبيا فيها خيرة رجال العالم. نعزي أنفسنا قبل أن نعزي أهل آل مسعد، قبل أهل دجورة، لا
نحن مهجرين بنغازي ودارنا وجدان يعني. نحن اللي خسرنا راه اكثر ناس خسرنا راه ان شاء الله وكان خسرنا الحاج احمد وسعد وكان الاب وكان الاخ راه كان الاب وكان الاخ كان لما تضيق على اهل بنغازي جميعا ودارنا وجدابيا كانوا يلجؤوا لها ولكن الحاج احمد قدم اشياء والله ستعلمونها غدا ستعلمونها غدا يا اهل دجورة. الله اكبر لا اله الا الله والشهيد حبيب الله. انبهكم اخواني في الله واعلمكم أنه عندما يفرغ هذا الظالم من درنة لا قدر الله سينتقل منها إلى مدينة أخرى والدور سيلحق بكل حر شريف شارك في هذه الثورة المباركة. حفظ الله ليبيا ووهبها رعاة المخلصين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول الباري سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم قلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فعدنا أيها الإخوة لنكمل حلقتنا التي ابتدأناها من برنامج مع دار الإفتاء. نذكركم بأرقام البرنامج 021-36-02-101 وكذلك الرقم 021-36-02-102 وكذلك الرقم 021-36-02-103. توقفنا كان عند سؤال الأخ عبد الرحمن عن مسألة غسل يوم الجمعة ما حكمه، أجبنا عنه وكيفية هذا الغسل. قلت أن هذا الغسل هو غسل يعني كغسل الجنابة، يغتسل من أراد الذهاب لصلاة الجمعة غسلا كغسل الجنابة وغسل التعبدي بالماء المطلق الطاهر يعم به ظاهر جسده جميعا، لا يجزئ في ذلك مثلا الماء والصابون إذا كان مختلطا، إلا أن يعني هو إدخال الصابون عليه هذا تعتبر زيادة. لا، والشرط أن يكون بالماء الصافي الماء القراح يعني الماء اللي هو طهور يعني، هذا يغسل به ظاهر جسده، فهذا هو الغسل وهذه كيفيته. يعني كما يغتسل من الجنابة يبتدي ابتداء مثلا بغسل يديه فمذاكيره فيتوضأ ثم وضوءه للصلاة إلى أن يغسل رجليه ثم يبدأ بغسل الرأس وينزل مع سائر الجسد بالعنق والشق الأيمن الكتف الأيمن وكذلك العضد الأيمن والبطن وظهرا وكذلك الرجل اليمنى إلى العقبين ثم الشق الأيسر كذلك يبدأ من الأعلى إلى الأسفل. معنا المتصل الأخ محمد من مزدة. أخ محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا بك أخ محمد، تفضل. ما فيك بقي على موضوع الحدث. نعم تفضل سؤالك. عندنا عرض من جدي عندنا عرض من جدي على حدث هو فجاء واحد في الوقت هو يبي ياخذ حصته ويبيعها هي الحصة. كيف قلت انت حبس هي عندكم ارض من جدك؟ نعم ايوه هي حبس محبسها وهي الشهر اكثر من 200 سنه محبسها لمن؟ وعند واحد تو في الصغار بعضهم يريد البيع الآن. نعم
لي نفسك على قدرتك يا شيخ بارك الله فيك. نعم، يعني أنت سؤالك على أنه بعض الأشخاص يريد بيع هذه الأرض أو حصته منها يعني. بالضبط، أيوة يا شيخ. نعم، مضى سؤالك إن شاء الله. معنا أيضا الأخ إبراهيم من سبها. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. كيف حالك الشيخ علي؟ بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك، تفضل. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. أيوة. بالنسبة للمني أكرمكم الله على الثوب، يعتبر طاهر أو غير طاهر في المدرسة؟ نعم، ماذا السؤال إن شاء الله؟ السؤال الثاني، لو تعذر الغسل للجنب، هل الوضوء يعني شخص مثلا أصابته جنابة وهو في الطريق مسافر ويستطيع أن يتوضأ لكن غير الغسل؟ لا. نعم نعم، ماذا سؤالك إن شاء الله؟ بارك الله فيك، شكرا. معنا أيضا أخ أحمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك شيخ طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك شيخ. سؤال شيخ، نبدو تفصيل مسألة الأخذ من اللحية، بارك الله فيك. الأخذ منها؟ نعم. نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بارك. إذن هنا عن كيفية الغسل، أظن بينا لأخي عبد الرحمن أن يعني يغسل بعد أن يغسل أعضاء الوضوء، يقول أنه يغسل الشق الأيمن، فالشق الأيمن أو فالشق الأيسر، الشق الأيمن ابتداءه من الكتف وينزل مع العضد وينزل معه الظهر والبطن والرجل، وكذلك الشق الأيسر، وبذلك ينتهي غسله. لو استعمل بعد ذلك مثلا الصابون لزيادة التطهير والتنظف أو ما فيش بأس يعني، لكن الأول ابتداء الغسل، الغسلة الأولى ينبغي له الاغتسال والشرعي ليكون بالماء الصافي فقط، والله أعلم. عندنا سؤال الأخ علي من الذي سأل عن مسألة عقد القران، قال الوكيل وكلت شخصا، اللي فهمت منه أنه هو الزوج وكل شخصا ما ليعقد له العقد، فعقد له العقد القران وبحضور يعني المأذون الشرعي وكذا، لكن اشترطت عليه شروط هو مش موافق عليها، زيادة في المهر أو حسب ما فهمت من سؤاله يعني. فالآن هل من حقه فسخ المهر أو الاعتراض أو لا، هو يلزمه مثل هذا أو لا؟ هو ابتداء أقول بالله تعالى توفيق الوكيل، ينبغي أن يعني قبل أن نوكله وحين التوكيل ينبع إعطاء المعلومات كاملة على هذا العقد، وبالأخص مسألة المهر، هو معروفة في الغالب يعني الوكيل قريب من الشأن أو من المعتاد أن يكون قريب من الزوج نفسه، لكن لا بأس يزيد يذكره ويزيد يكلمه ويفهم الموضوع، يعني الزواج بعقد بفلانة على فلانة، وأيضا بمهر والصداق المشترط هو قدره كذا وكذا، وأن اشترطنا في المقدم كذا وكذا والمؤخر كذا وكذا، كما هو يعني معتاد في عندنا في البلد أن نقسم الصداق بين مقدم و أو معجل ومؤجل، فيبين له هذه الأمور بيانا واضحا وشافيا ليتم العقد عليها حتى لا يحصل هذا الإشكال. هو الآن يدعي أنه أو يقول أنه هو لم يوكله على هذا الأمر وظهرت أمور أخرى، هنا العقد عليك أن ترجع يعني إلى المأذون الشرعي وإلى يعني المحكمة فتنظر، ولعل الأمر إذا كان يعني فيه إشكال ولا كذا، على هذا أمر يعني عقد نكاح وكذا، فإذا لم يتفطن الوكيل إلى تمام العقد وما وفقت عليه، لعل فيه حتى إشكال في هذه الوكالة، والله أعلم. فعليك مراجعة يعني هذا الأمر، لكن وإن أجزت طبعا فما في بأس، إذا أجزت الصداق الذي اشترط عليك ما في ذلك بأس إن شاء الله، ويزي إن شاء الله، والله أعلم. معنا متصل الأخ المبروك. نعم أخ المبروك، مرحبا بك. أخ المبروك تفضل، أنت على الهواء. نعم، قطع الاتصال. إذن عندنا سؤال الأخ محمد من مزدة.
عن مسألة الأرض والحبس، قال بعض الأشخاص المحبس عليهم أو بعض قال بنو عمومتنا يريد أن يأخذ حصتها ويبيعها، هل يجوز له بيعها أو لا؟ هنا لا إذا كانت هي حبسية أو حبس عليهم فلا يجوز له البيع. الظاهر أن لا يجوز له البيع. بعض يعني بعض الحبسيات فيما أظن أنها هي يعني يشترط فيها لا يباع إلا بعضهم، لا يبيع إلا بعضهم لبعض، فيجوز أن يبيع بعضهم لبعض لا لغيرهم، فهذا أمر آخر. لكن فهنا يجوز البيع، لكن إذا كان لم يشترط مثل هذا الشرط وأن حبس عليهم فقط لا تباع ولا توهب بحال من الأحوال، فأنا لا يجوز له بيعها والله أعلم. وبالتالي هنا يحتاج يعني إلى نظر في أصل وثيقة هذه الحبسية، كيف عند المحبس عندما حبس ما الذي نص عليه، وشرط الواقف يعني كشرط الشارع عند الفقهاء. سؤال الأخ إبراهيم من سبها يسأل عن مسألة المني، هل هو طاهر أو لا؟ نعم هو غير طاهر، عندنا نجس يجب غسل الثوب منه ويجب تطهيره بالماء. قال إذا تعذر الغسل، لعل الأخ مبروك مع رجع معنا، تفضل. أيوة ألو، مرحبا بك. مرحبا نبو فضيلة الشيخ بالله. أنت على الهواء، تفضل أخي مبروك. فضيلة الشيخ أنت؟ أي نعم يا الشيخ بالله، بنسك على سؤالين اثنين. السؤال الأول، عاد السلام عليكم. نعم أيوة في الاستماع. نعم قلت لك السؤال الأول. السؤال الأول أيوة، ما حكم بنت ظروفها تحتس لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ ما حكم إيش؟ حكم الدين في فتاة قروا الفاتحة بتاعها لمدة شهر أو شهرين ما زال متزوجتش، ما دخلش بها. باهيو. السؤال الثاني، يعني انقرت الفاتحة وعقد العقد عندما عقد العقد وما زال ما دخلش بها لها شهرين أو شهر أو كذا. إيه باهي، شنو الحكي؟ ما فهمتش كيف، شنو الحكم فيها؟ يعني هي تعتبر زوجة. تعتبر زوجة ولكن يعني ما دخلش بها، يعني ما رفعهاش لبيتها وما دخلش بها. يعني الآن شنو وضعها هي بس؟ أنت هذا اللي تحكي عليه. يعني شنو وضعها هي؟ هل يجوز هي الدين أو ما يجوز؟ شك يعني تقعد معلقة ولا كيف؟ نعم وضح سؤالك إن شاء الله. السؤال الثاني، ألو؟ أيوة معك. أيوة السؤال الثاني، ما حكم الدين؟ تو حالياً دايرين برنامج على أساس أنك تجي تكتب عقد، فهذا أنك ما تطلقش إلا البنت هذه اللي خطبتها. باهيو. ايه. تفهم فيه ولا؟ ايه. انك جيت خطبت البنت هذه وتدير عقد على اساس انك ما تطلقش. شنو يعني حكم الدين فيه؟ نعم واضح سؤالك. ألو. ان شاء الله. نعم واضح سؤالك ان شاء الله. اذا سؤال الاخ ابراهيم، قلنا مسألة الغسل على المسافر أو نحوه يتعذر عليه الغسل، إذا من تعذر عليه الغسل ما يجد الماء للوضوء لكن الغسل لا يستطيع أو يتعذر عليه الغسل ماذا يفعل؟ هنا ينتقل إلى التيمم. إذا الجنب إذا لم يستطع الاغتسال أو لم يجد الماء الكافي للغسل فينتقل إلى التيمم. ما يجيش إن مثلا يتوضأ بس وضوء فقط، لا، يتيمم وينتقل إلى التيمم، لأن التيمم طهارة ترابية تنوب عن الطهارتين الصغرى والكبرى لاستباحة الصلاة، تنوب عنهم في مسألة استباحة الصلاة، فيستباح بالتيمم الدخول في الصلاة للجنب يعني للمحدث. وهكذا طبعا في كل صلاة بيتيمم لها، مش مثلا يتيمم تو بعد هو قاعد على جنابته، كل ما يصلي يتيمم ويصلي فقط ليتيمم، هذا التيمم يستبيح به الصلاة التي يصليها فقط، ثم في الوقت الآخر أيضا يتيمم ويصلي، وهكذا حتى يصل إلى بيته مثلا ويجد الماء والمغتسل ويتيسر الغسل فيغتسل غسلا كاملا ويرفع الجنابة، وبعد ذلك يعني يرجع إلى الأمر الطبيعي. لكن هنا يتيمم إذن لكل صلاة حتى يتيسر له مسألة الغسل والله أعلم. سؤال الأخ أحمد من طرابلس سأل عن مسألة الأخذ من اللحية،
معروف في هذه المسألة أن نص العلماء على أن اللحية هي يعني ما نبت على العظم اللحاء، فهذه يجوز الأخذ مما طال منها واسترسل عند يعني بعض العلماء، وأظن نص عليهم بعض المالكية أن يجوز الأخذ منها، وكذلك ما كان ما نبت مثلا على الخدين أو ما نبت على الرقبة ونحو هذا، فهذا ليس لا يعد من اللحية، وبالتالي يجوز حلقه أو وإزالته والله أعلم. سؤال الأخ المبروك المتصل هو قبل قليل سأل عن مسألة حكم الدين في فتاة عقد قرانها وبقيت الآن لها شهر أو شهرين أو ثلاثة قال ولم يدخل بها، هي بهذا العقد هي أصبحت زوجة، هي صارت زوجة لهذا الزوج، لها أن تدعوه يعني إذا للدخول، فإذا وفى المهر المعجل فله أن يدخل ويطالب بالدخول، وكذلك هو إذا كان يعني متيسر له الدخول وبالإمكان يعني أموره متيسرة، نقول بمسكنه بكذا فهنا تيسرت أموره وله القدرة المالية على توفير السكن وتوفير المهر فلم يدخل، فأنا تستحق يعني النفقة، أقصاها أنها تستحق النفقة في مثل هذا، لا أن تطالبه بالنفقة ولا أن تطالبه بالدخول مثلا، لكن هي إذا تراضوا على ذلك على التأخير وكذا ما فيش بأس، يعني لا يضرهم في ذلك شيء، لا يلغي العقد، لا يترتب عليه يعني أمور أخرى، حتى لأن هذا العقد قد عقد والزواج بينهما قد اكتمل، لم يزل إلا الدخول، لو توفي مثلا الزوج أو كذا فهي ترثه، كذلك هو يرثها إن ماتت قبله، للصداقة أيضا له أحكام، يتنصف يعني الصداق لكن بالطلاق، وفي حال الوفاة تستحق الصداق المسمى كاملا لغير ذلك من الأحكام، إذن هي لها حكم الزوج يعني الأحكام الزوجية الكاملة. مسألة الدخول إذا كان هو مماطل ومعه القدرة عليه يمكن أن تطالبه هي بالنفقة، وإذا تراضوا على ذلك على حسب حال الآن الناس الآن، بالأخص أن الحكومة يسرت يعني أمور الزواج وللشباب وللراغبين فيه، فعقدوا هذه العقود حتى لو أخروا يعني الدخول فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى. ومنها المسألة الثانية ما حكم قال يكتب العقد أو يتعهد على الزوج على أنه لا يطلق، ما حكم الدين في ذلك؟ هذا أيضا هو من ضمن يعني ما فعلته الحكومة لعل مسألة تعهد بعدم الفراق بين الزوجين، والمقصود منه أن يكون مقصد الزوجين من عقد هذا الزواج هو الاستمرار والبقاء والاستمرار الزوجية، لا أن يكون أن يبيتا مثلا التلاعب ويبيتا مثلا الانفصال وعبارة عن نصب واحتيال لأخذ المبلغ المرصود لعقود الزواج، فهذا منعت منه يعني الحكومة، وإذا فعلت تعهدا بذلك من حقها أن تفعل وتسترجع المال إذا كانت هم ظهرت منهم مقصد يعني أنهما إنما أراد التلاعب والأخذ المال فقط دون عقود الزواج الشرعية الصحيحة، فمن حقها أن يعني أن تمنعهم عن مثل هذا والله أعلم. فعندنا إذا بقيت عندنا مسألة زكاة الزيتون التي يعني كنت شرعته في الحديث عنه وربما انقطع عنا الحديث، فهنا أقول مسألة هي كانت في الحلقة الماضية مسألة زكاة الزيتون، بعض أنواع الزيتون قلت هذا لا زيت له، إذا كان لا زيت له كيف يزكيه صاحبه؟ قلنا أن الزيتون نفسه يكال بالكيلات وبالمرطات مثلا الحبة ثم يخرج زكاته من زيته، فإذا كان هو ما أعصرش الزيتون أصلا أو ما كانش الزيتون هو ذا زيت أصلا، بعض النوعيات مثلا زيتون نقول زيتون مائدة أو كذا لكن لا للعصر، فأنا كيف يخرج زكاته؟ قال الفقهاء نص الفقهاء على أنه يخرج زكاته من ثمنه أو قيمته، من ثمنه إذا باعه، إذا باع الزيتون متاعه كامل إذا يخرج الزكاة من ثمنه، إذا باعه مثلا بألف دينار نقول له عليك أن تخرج العشر أو نصف العشر على حسب، إذا كان هو مسقي
ماسكي يعني بال مثلا بيومبا والاله وكذا، فهنا بيخرج نصف العشر. واذا كان باعلي ومسكي من السماء او من الان النهار الجاري وكذا، فهنا والوديان فهنا عليه ان يزكي يعني ب يعني العشر، العشر كاملا، فيخرج من الثمن الذي باعه به او القيمه اذا كان هو ادخره واراد اكله، قال يعني مش بايع لكن بياكله او بيتصدق منه وكذا، فانا يخرج من قيمته كم يساوي هذا الحب الذي لم يعصره قيمته كم، ويخرج عنها نقدا والله اعلم. فبالتالي اذا هنا الذي لا الزيتون الذي لا زيت فيه يخرج من ثمنه او قيمته، كذلك الزيتون الذي لم يعصره صاحبه يخرج من ثمنه او من قيمته والله اعلم. وبهذا ايها الاخوه المشاهدون والمستمعون جميعا نصل الى نهايه الحلقه، اسال الله ان اكون قد وفقت فيما اجبت عنه هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكانت قبل مرء العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم، وكافاهم بما وهبوا قصورا.